مني ملي كان في الصغار ملي كان في الدار في السطح في الكابينه في بيت الماء تبارك القوالب ويكدو اقول سهل عليه الله صافي جاب الله تيسير. انا عندي واحد الوالده داك النوع اللي كتعطيها 50 درهم تولي تجي معاك باللغه العربيه الفصحى وهي راه معمرها فات الشهاده زيدها 200 درهم بحالي لاحظت عمر القزاب رحلك اللهم قل له اللهم اعينه في السفر والحضر اللهم اسق عبادك وبهيمتك. الوالد عنده دعوه واحده من النهار عقلت عليه كاع يرد الله فيك ما خلى ما كنقول لك جمع راسك هذه راجع واحد جمع راسك زعما راه ما خلى ما دار. وشو سبحان الله العظيم دابا الام بالقيمه ديالها وديك المكانه اللي عطاها الله وتحيه وعلى التصفيقه الحاره للنساء المغربيات اللي كانوا انا والله اللي الله بشعتكم مزيان سمعوا لي راه مع الحوت كان مضرك الساعه القضيه تبارك الله عليكم عرفتي واحد الضحكه سمعتها دابا عرفتي هاد الضحكه ديال هذاك اللي كياكل الحوت بالشوك ديالو شتي هاد الضحكه هادي والله ما كنتي كتاكل الحوت بالشوك ديالو ما كاينش مزاح مزيان انت غالبا ملي كتكون في البيرو كدوز ورقه وحده في النهار الا فتيها اوجي كدوز ورقه وحده وخمسه مالبورو من وراها اجي واش الكلاص هذا ملي كتاكلو اي واش ما فراسكم انا ولد زاكورا ولا شنو اي بونو ياك انا مزيان بالصحه والراحه والله الا تستاهلو شوف سبحان الله العظيم دابا الاكل المغربي ديالنا بصفه عامه الاكل ديالنا المغربي والكوزينه المغربيه بنينه ولكن اسرع وجبه مغربيه كطيب كتاخذ لينا جوج حتى ثلاثه السوايع وهذه راه الجوا حول الجاويه الموسعة طالياني كتمشي عنده قسمين كيحط لك سباكيتي فرنسي ثلث ساعه كيحط لك طارتيفلات كتمشي عند الانجليزي نص ساعه ساعه الا ربع كيحط لك روز بيف كاع الا تعطل حنا سيماره وامك كتقطع في داك المسمن ديال الرفيسه بحال زعما الا كليتيها غادي تغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الحريره ديال رمضان من العشره ديال الصباح وهي كطيب كتحس براسك الا فطرتي ليها ما يبقاش يتكررها في الطريق والمشكل 60% ديال المغاربه كيسحاب ليه راه الا ما شربوش الحريره في رمضان راه غادي يشتيو والا ما فيهاش الحمص راه غتسبب ليهم ارتجاج في المخ او ما يسمى بالفرنسيه امينوكس شوف سبحان الله العظيم دابا شتي الكوكوت ديال الحريره ديالنا اللي كطيب في رمضان جيبوا لي شي وجبه في العالم فيها المكونات اللي كاين والحريره فيها كل شيء القطاني بالانواع اللحم والشحمه البيض الحمر والتيليكوموند ديال التلفازه توضر لك القاز وتقدر تحرك هاد القاز تقدر تحرك هاد القاز فيها الشاف بوحه كيحس بوجود انا صاحبي داك العام مشى عند نسابو عطاوها الزلافه ديال الحريره لقى فيها السوفيد ما ديال نسيتو علاش دابا المغرب ممنوع عليه يصنع الاسلحه الكيماويه والنوويه انا نعطيكم علاش المغرب دابا في الاتفاقيه الدوليه ممنوع عليه الكيماوي علاش حيتاش المواطن المغربي كيفطر بهم في رمضان كوكو ديال الحريره كدوز في نفس المراحل اللي كدوز منهم القنبله الهيدروجينيه 1000 درجه حراريه حيتاش من السبعه وهي فوق العافيه العدس فيه الحديد داك الحمص فيه الفوسفور الشحمه قابله للاشتعال البيض فيه الكبريت داك اسميتو داك الزعتر داك الكرافس فيهم الهيدروكربونات الا خليتي هذا الزعتر هذا يبقى واحد 3 ايام تايح ماض غتهدد امريكا والصين ازمات الخليج اليمن الروينه غادي تنوض غتولي روسيا تتزوق فيك تقول لك عطيونا غير سعيده شرف ونعطيوكم دبابه بلاصتها ماني بيه بغيتو سعيده شرف تبقى الله اكبر ستاتي يمشي الله اكبر او بقيتوش خدامي في لونيو انتم خدامين في روطانا انتم والله الا بغا سعيده دابا غير قول لي علاش بغيتي سعيده تبقى اللهم الله حسن الله يسهل عليها والله سيدي ما حاسدينا بالله لا لا تبارك الله كاينه شوف والله الا كنت غنقول غير كاينه البروده في افران تاع انتم مالكم اصاحبي التفكير كي داير شوف سبحان الله دابا وكيجي المغربي ملي كيفطر في رمضان كيقول لك ما
عارفش علاش ملي كنفطر كنطرخى واحمد الله ملي ما امتياز زعتر وضرب الحريرة فيها الكرفس والقزبر والمعدنوس هادو طبيا صحيا غتقلب عليهم في الانترنيت اش غتلقى غتلقى هذاك القزبر كيرخي الاخر كيحيد الطام كيطيح الطام سيوب ولا الكرفس كيبنج انت راه خاصك عاد الدكتور يفتح يحيد لك الفتق ونوض على سلامتك ابو طيب نوض شتي بعدا ومادام رمضان قرب الناس اللي كينوي ويصليو التراويح حيت دابا كاين حتى كيزندها مزيان عاد كيبان ليه بغا يمشي يصلي التراويح دابا دخلنا عليكم بالله واحد الضرب ربعه الجباب ولا خمسه الجباب ديال الحريره وداخل يصلي التراويح منين غيجي الخشوع منين داك العام صلاح داير واحد مع الله كبار طاحت ليه قبطه ديال القزبر باقا معقوله وغير مدغم فوق البالي ديال بعد وباقا بالخيط ديالها وجافتيس وكاينها ها كانت محطوطه اللي طاحت منه بطبوطه ها ربعه ديال الجنجله الكبيره والروين عرفتي الجامع كي كيولي وكتمشي تصلي زعما وهذا وناوي تدي الاجر واحد الوقيته كتنوض من الركوع كيسحب لك راه الفقيه قال الله كبر هو راه هذاك اللي وراك اللي تقرع واش هذا عندهم صران ولا السودايسي إلا كليتي هذا العجب هذا علاش غادي نجاب شتي إلا كليتي هذا الشيء هذا ضرب الحريره زايده شويه ديال الحمص والشحمه كتغني يا سيدي انا حر وكنت خارج وقالت لك امك هذوك جوج بيضات اللي فوق الطبله راه غير غيخسروا ما غاديش لا إلا خليتوهم تما انت مع عزيزه عليك امك وبغيتي دير الرضا ديالها وما بغيتيش تخسر ليها الخاطر عرف راسك الا رجعتي كليتي داك الشيء راه غتخسر الخاطر الامام والناس اللي غيسمعوا حداك شوف حب هذا تصلي اللور سير اللور حدا 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 هذاك هي دار الوضوء كتصلي انت تما سير سير نيشان جات فيك ها دابا كاع الناس الخدامه كيفرحوا ملي كنقول شي باترون كلا العسكر سير اللور مزيان صلي تما باش ما لقيتش ما تحرك صلي غير بعينيك بزاف دابا الناس شنو دابا كاين اللي كيسحابوا المعده راه دايره بحال شي طراكس كبيره اللي لحتي ليها كطحنوا لا راه غير واحد البركه والبصره انت هو وهذا راه داكشي راه قليل راه غير شويه راه ملي كتعمر داكشي مزيان وغادي ناوي تصلي راه وقيت السجود تقدر تبوشة في اي لحظه من اي مكان مناسب داكشي على حسب درجه ميال المسجد الا كان الجامع مايل قدام راه عندك الزهر الا كان مايل لجهه البحر مشى فيها طاق الخبيل الهندي بزاف ما خدنا زوينه ولكن دابا الا جينا نهضروا على هذيك المرقه باش كيتغداو المغاربه يوميا اش من فائده فيها علاش دابا البطاطاش بقيتها كتكون فيها الفائده ملي كتكون بوحدها كتاكلها بوحدها فيها فيتامين ا خيزو حتى هو نفس الشيء الا كليتيه بوحدو اما باش تجمع داكشي في الكوكوط كيصدق الدجال طالق خيزو ديجا طالق في الجلبانه اللحم طالق في لي شو داك لي شو زعما شنو كاع الفائده ديالو زعما الا خليتيه غتلقى فيه حاكم زياش لداخل اش غدير به وكيخلطوا داك الشيء عرفتي كتولي القبيله فيها ريحه رمسيس الثاني قبل ما يموت بيومين المنتخب دابا غادي للمونديال ولكن خسروها جابوا ليهم واحد الاخصائي في التغذيه مغربي لا او داك الحكيم مولف تيراميسو مع كريستيانو انت غادي تعطيه نجم معمر بالكواري ديال البيض وتقلب شي غادي راه فداك الماتش ديال اوزباكستان راه وكلهم شي عدس وكرافس دخل هذاك حكيم داك ديرار كان غيسجل علينا جوج المرات اشرف حكيمي رجع للريال مدريد خلى الفيستير ديال ريال مدريد لهاد الجي ودخل عند سحاب خيطافي كيلبس معاهم الدقاشر خص الاكل يكون هو هذا باش تضحك كما قلت لكم قبيلات ان فريمون داك اللي كيضحك سيغ سين عنده واحد المهمه صعيبه علاش لانك كتعامل مع واحد الجمهور كلها وشدو كاين اللي مضرب مع مراتو كاين اللي مشى ليه الموتور كاين اللي تفرق عاد ليهم المهم كل واحد انت وزهرك دابا المواطن مؤخرا كاين واحد الحزن دابا كاين اللي مضرب غير مع راسو انا كنت نهار دزت لقيت واحد السيد مضرب مع البركه ديال القيف ياك قيف جمال ومضرب معاه علاش غيعلقوها دابا هنا علاش ما يديوها لين عرفتي كيجوي بحال الا هو وزير التجهيز والنقد علاش جا واحد قال لي مالك قال له ديال البلاكه غير زايده علاش كيمشي للدار كيشعل التلفازه كيلقى شي وميشه واقع طورا بالطبخ كيقلب كيلقى ناسي مال حر كيقول واش البلاد فيها غير المضاربه الله يغرق لطاسيتكم الشق كيشعل الراديو كيسمع كيف تساعدين زوجك على اجهد الانحلال الخلقي اين الامه اين الاخلاق كيسد هذا الشيء كيمشي للفيسبوك كيلقى اول خبر دنيا باطمه تجري ثاني عمليه تجميليه في ظرف شهر كيقول لها والله واخا ديري 100 200 300 400 راه كيسد الفيسبوك كيمشي للانستغرام كيلقى امينو بصحه العين وسد عين كيقول لي نتلاقى كنتقبهم ليك بزوج كيمشي للتويتر كيلقى بهسوف اوتيل 5 ايطوال كياكل السوشي كيقول ليه من الحماره والطياره
الله يرحم ليك الوالدين. والله شوف هذه والله الا قالها لي واحد السيد شفتين كانت واحد المره درت جيل شعري قال لي واحد زياني ديال العزوه وي مزيان. انا باش عرفت ان الانسان غيرهم لحت واحد التصويره ديالي هذه شي 5 ايام في الفيسبوك وكتبت عليها واحد الكومونتير مع الصباح مع السبعه درت فيها صباح الخير. اول كومونتير واحد السيد كتب لي وجه النحس عرفتي باش حسيت براسي انا هو السبب ديال الهزائم في المنتخب الزيزات الحسيمه وكاع المشاكل اللي وقعوا في البلاد انا هو. طلع واحد السيد من ورا قال لي وجه النحس هو انت فرحت وانا نجاوب هذاك اللي جاوب قلت له شكرا اخويا العزيز قال لي انا ما خويا حد فيكم العياقه انت هو هذا مول الشعر ومول الشامبو ما فيكم. انا شفت هاد التصويره غدير حيتها وانا ندير فيها واحد البيت شعري انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم دابت خلقهم داروا هزتها شوف تيفي وهي دير فيها فنان مغربي باسو يسب المغاربه والجزائريين هزتها الجزائر دارت فيها فنان متطفل يسب جنوب افريقيا هزتها امريكان دارت فيها ازمه بين المغرب والجزائر بسبب ايرفي رونار الوالد عيط الوالده قال لي انت السبب ديال هذه المشاكل عيطت لي الوالده قالت لي شوف اولدي ما باقيش تهدي في السكيتشه ديالك راه عيطتي قلت لها الوالده ديك الامانه اللي صيفطت لك ديك السيمانه راه من واحد البركه خدمت في مراكش دويت عليك غير انت بوحدك قالت لي ما تديش عليها راه مره كندخل ونخرج فيها الوالده ما طريالكش ما تديش عليها راه شو سبحان الله على الوقت باش تضحك وباش تخرج الضحكه من الامر ما سهلاش داك الشيء كيقول لي سالي ضحك علاش ما حد بقى البنيه التحتيه السنينات كاينين ها راه كاين اللي كيبغي يضحك كيتفكر في موت فرقعات فيه بوطه في 87 ضحك قبل ما يتباع الضحك في سوبر مارشي تولي تلقاه كيتباع حدا بوب يجيني زعما الا ضحكتي اجي يجرو ليا وشوف سبحان الله العادي دابا من ورا هذا الشيء ديال الشريحه ولا كيدير هذه الصناعه التقليديه ها كنصنعوا الطواجن داك الشيء الطباسل الكبار ديال البسطيله كاع اي حاجه عندها علاقه بالقص حنا اللي كنقدوها حنا كيصنعوها المغاربه شوف غير البرامج ديال الطبخ في التلفازه اكثر من فرص الشغل وكيجيبوا لك شي موكل باص كتلقى مواطن مغربي في الدار ما عنده حتى العدس في الثلاجه وكيقولوا ليه فوالا كيفاش طيب طلعه كبيره فيها بيبي كيف قصوك انت راه ما واكل والو وسط داك البيبي كاينه واحد الدجاجه بلديه وسط ديك الدجاجه البلديه كاينه الروميه حيتاش الروميه صعب دونك تقدر تكاد وسط هذيك الروميه كاين واحد البيض ديال 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 السمان وسط البيض ديال السمان كاين بيض ماكروهوش يديروا لك الفاكتوره ديال الماء تما والبلافاش ديالك وتعبئه في الاخر وملي كتسالي كتقول لك اودي فوالا ما عليك غير تقدمي هذا الطبق للاهل الاحباب بالصحه والسلامه والعافيه على هادو اللي غايقولوا هاد الحيوانات بسبعه خاصهم بالسلامه خاصهم يتشدوا هادو واكلين سبعه البهايم في طبق واحد خاصهم يتشدوا وكيجي كيتناقش معاك المواطن كيقول لك ما عرفتش علاش ها ملي كيمشي لبيض الراحه كيتكرفص علاش لان ما قيستيش ملي كت كاينه ولا لا دابا في الاعراس وفي المناسبات ماشي نتوما ما غاديش نقول لك نتوما حيتاش نتوما الكليان ديالي دابا كتلقى المواطن المغربي في العرس ما معروض ومخرج عينيه يقدر يدور فيك نزل لي مول العرس هاد القنا راه ما معروض ويضرب اللي حطيتي ليه يضرب الحجر البسطيله اللحم وكل شيء الكلاص وحط رجل على رجل قال لي كيجوي في السياسه كيجوي على اصلاح صندوق التقاعد راه اول قاعده خصك تصلحها هي هادشي ما معروض شوف جاي كتاكل كتلقى بنادم ضارب باريو ديال البطاطا وكيقول لك والله كريستيانو ما لعب ما والو ودوك البيوت سجلاتهم امك كريستيانو فيه 72 كيلو كيسوى الملاير انت فيك 300 كيلو ريالي باينه انت فيك 300 كيلو الا دخلتي للطواليت في بنكرير الناس ديال مراكش يسيقوا لك الخبار كيتخلى بيت ما كيبقى فيها ساعتين وملي كيخرج كيقول لك ما عرفتش علاش هاد البلاد واقفه لا راه انت سبب عرفتي شحال من واحد موقف عرفتي شحال من واحد كيتسناك ولا ديك النهار رجع لواحد السيد قال لي علاش كدوي على امك وباك بزاف في السكيتشات قلت له ديها بسوق راسك ياك امي هذاك علاش كدوي دابا علاش لان داك الفنان كيحس بزاف ديال القيود كتقول انا غدوي على هادو غيتقلقوا دويت على الطب غيتقلقوا السياسيين غيتقلقوا اللهم الوالد والوالده ملي كتخلص كنصيف ليهم النص في داك الشيء اللي خديت كيصيفطوا لي الرضا في الكار الاول اللي جاي سلام غير هو لقيت معاهم مشكل ملي ما كانش بدهم كيكعاو كيعرفوا راسهم ما غيتخلصوا ولا الا جبت الوالده والوالد ما جبتوش صافي راه الروينه غتنوض
دونك خصك مره دير لهم العدل وهذا باش يتقدم. انا نهار مشيت دبرت التلفازه راه ما كانوش باغي الوالد نهار سولوه قالوا ليه شنو هو الاحساس ديالك وولدك كيبان في التلفازه؟ قال ليهم نفس الاحساس كل ما كانش كيبان في التلفازه. اش كان زعما شنو كاع رايك؟ ما كانوش كانوا ناويين فوالا، لان الوالده كان الامنيه ديالها تكون ليه استاذ ولا معلم، لان الوالده السقف ديال التطلعات يعني معلم لا استاذ، لان هادو الحرف ديال هاد الشعب، اما الباقي راه كيديو هادوك اللي موارثين ديجا. دونك هذا هو الحلم ديالها اللي كان. ولكن الحمد لله من بعد ما تشهرت اكتشفت واحد القضيه. شنو هي؟ لقيت بزاف ديال الناس كيشبهوا ليا. شي نوا بحال كتمشي دابا لضرب عمر كتشري تكشيطه عند واحد كتخلصها لاخر. شحال بحال يقدر يجي يخطب عندك تصوت تعطيه بنتك تشاطي مع كلشي بحال بحال. ولكن شي نوا باش كيعجبوك كتلقاهم مليار و200 واحد ولكن ما كيضربوش. ممنوع تلقى شي نوا يضرب معاه. الا ضرب معاه علاش كيضرب معاه؟ على شي حاجه فيها المنفعه ديال البلاد، على كود ديال طياره، كود ديال صاروخ. حنا جوج بلومبيات ضربوا على كود ديال قادوش شرق ليك. قالوا لي علاش قتلتي خوك؟ قال لي مودي ما يسحبنيش الا ضرب شوك منجل غيموت لا غير غيتفش عليه واد محشومه. كتفرج في ديك ناسي مال حر وكتلقى جوج الناس 20 عام وهما مضاربين. 20 عام 20 عام وهو مضرب مع خو. علاش؟ على بقره حامله. ما تقول غير غتولد ليه ابراهيموفيتش غيبيعو في الانتقالات الشتويه. جوج مضاربين على بير، ما تقول غير فيها الغاز الطبيعي. واحد 20 عام امو كتزوق فيه باش يتصلح مع خوه، ما بغاش. نهار جا دوزي مع النقات وناسي مال حر هو يسمح لك. كنتي تصلح معاه ما قرش فيه الرضا ديال امو، ما التليفونات الا خسروا الوقت. وكتلقى بنادم شحال وبنادم انا واحد السي صديق ديالي شوف مشى لعمر سيمانه، سيمانه هو يصيفط ليا في اذكار الصباح والمساء ويفيقني للفجر وكان في بلاصه خوت الوالدين راه توقيت تما راه ماشي بحالنا راه يلاه لوحده ونص سير بحالك. ويصيفط لك الصورات كاملين، يصيفط لك 60 حساب ويعاود نهار جا الدار البيضاء نزل في مطار محمد الخامس هو يصيفط ليا واحد القاوريه زوينه مع بناتها والراجل حداهم مكتوب فيها عنده الزين عنده الحمام دايرو في دار. قلت لي دخلنا عليك والله دابا انت مشيتي للعمره كون عام مشيتي للمكسيك ولا تركيا. اه واش هذا مشى يرجم الشيطان ولا جابوا معاه في الباليزه؟ راه مشكل التليفون شحال هذه كانت التليفون يا سلام كديرها جوج دراهم ثلاثه كتقضي الغرض بيترو. ودابا كاين اللي عنده ابونمون فيه 30 ساعه وما لقاش معاه منين يجي وحق الله ما كاينش. العشيه العشيه كيركب المراه غلط ما كيتيح غير في قسم الجرائم في ولايه الامن كيقول لهم واش الا ما سولنا فيكم ما تسولوش فينا مع السبعه كيجيو يديوه لكم مزال. شوف شحال عنده ديال. انا ديك النهار جات عندي المدام قالت لي حقه محقه راه الجارات بيناتنا مجموعين دايرين واحد الكونت في الفيسبوك ولا في الواتساب كنبارطاجيو فيه هادشي ديال الاكلات والشهيوات هذه اللي طيبات مثلا هذه طيبات بستيل غد لي كنصيفط لهم المقادير بحال الا غيصبروا لنا صاروخ غدا ان شاء الله يا ربي غادي نصيفطوا لطوكيو. قالت لي راه غندخل لها الجروب. قلت لها لا اسمحي لي. قالت لي علاش؟ قلت لها اليوم غديروا انتم الجارات بعد غدا نلقاو معاكم الشاف محا هو اللي كي شي نهار ندخل الدار غادي يغسل الله ما نقول لك جلست عاد تعشى ولا راه شقينا معاك؟ اوه ما كاين لا فيسبوك لا واتساب لا والو. علاش؟ لان هذا الشيء دابا بعدا كنسمعوا هكا وتقولوا بس سمع قاد ولا تليفون لا غير صافي بنادم كيبغي الثقه غير لان انا بقول زاكورا شويه في شكل هذا الشيء وصافي. لا اسمح لي ما كنبغيش البسالة دوك الايام تخرجوا دوك القراعي ديال المناضه فيهم السميات مشكله. مشات مراتك دابا جابت السميه ديال عبد الصمد وانت سميت مصطفى غتولي معاها في المشاكل غتولي يقول لها ما لقيتيش محمد جيبيها وهاي سالينا ما لقيتيش محمد سيبيها لي كوش ما بغيناش كاع المناضه حنا لكم. علاش بزاف ديال الناس كيسولوني كيفاش تلاقيتي المدام ديالك وداكشي انا نعاود لكم بحال اخرى. واحد النهار كنت طالع في الدروج ديال واحد الموبل في مراكش والله الا في مراكش طلعت تلاقاو عيني في عينيها سبحان الله العظيم اش غنقول لكم صافي تخيلتها كتصب ليا كتعجن كتصفر ليا 400 من جيبي المهم داكشي دابا. قالت لي السلام عليكم. قلت لها انا كنبغيك حتى هي على سبب ما كاينش بها غير المشكل هو نهار كتلقى هذيك اللي كتبغي اش كيوقع؟ كيجيو فيها ربعه الخطاب كلشي لاباس عليه كلشي خدام كلشي انت بوحدك اللي رعواني الله بعتي صبرتي باش تشري الشارجور ديال نوكيا.
المراه عيطت لي قالت لي جيت فاعتق الروح راه الخطاب جا والوالد غيعطيني وهذا عطيني الحل قلت لها شوفي غادي تطلعي للسطح ديال الدار ديالكم غتهزي البوطه غديري ليها الفتيله غتشعليها فيها العافيه وغتلوحيها من السطح غتلبسي الرايه ديال المغرب وغتهزيها وتدوري في الدار وتغني المسيره ويا سيدي انا حر وتبقاي تدوري في الدار تمشي بحال هكا داكشي اللي دارت صافي كيسحب اليوم هذيك راه تسطات مشات درت شي ايام جيت انا باش نخطبها وهذا وباها مسكين مع درويش قال لي شوف اودي الدريه راه هذا ولكن انت مع بنتي ليا ود الناس راه الدريه مسكينه مره كتجيها واحد الحاله ديال قلت لها واش كتهز البوطه وكتبدي قال لي شكون قالها لي قلت لها انا اللي قلتها لك جاب الله تيسير غير هو اللي الناس اللي مقبلين على الزواج باش ما نقولكمش شي واحد ديجا كنتزوج لان انا تصيد باش نكونوا واضحين هادوك اللي مزوجين كيقولوا هادوك اللي باغا كيقول لك واه غير تزوج راه فوالا راه الامور بخير انت ديري ديك انت هنا وهادي كتبوا بلا ما يكتب عليك شي واحد يقول لك راه الا تزوجتي غتفيق الصباح تلقى الثلاجه عامره بالديزير والقفه نازله لا والله ما خرجتي تجيبها لا جات انا داك الدريب اللي كيتزاد بكارت كيشي في فمو الله ما شريتيها انا زعما كينزل جايب معاه لي جو ديالو جايب معاه بيكالا لا كينزل عريان سقيطه والله ما شريتي ليه الحوايج اسلام حتى شنو هي تفيق مع السبعه ديال الصباح وتحل الثلاجه كتصفر العطريه باقا فيها غير الملحه الخضره ما كاين والو كتنزل من الكطريه مكاعي شكون اللي كيتلاقى معاك كيتلاقى معاك الشيطان لابس دراعه هي صحراويه والنظر ديال الشوك كيجبد الكارت فيزيت ديالو كيقول لك النهار تزوجتي بهاد الكارثه وانت غادي للورو كيقول لك هاد الكارت فيزيت ملي تفيق المدام عيط لي نحلوها لا مشكل هادشي اللي كيوقع في الزواج بلا ما يقول لك شي واحد العام الاول خايب العام الاول ديال الزواج كنا كنضربوا انا والمدام على شي حوايج لا علاقه علاش يا محمد ما قلتيش لي صباح الخير اودي راه قلتها لك راه غير ما سمعتينيش اصلا انا ما بقيتش كنسمع هاد الايامات عرفتي ملي تقول لك مراتك اصلا تعرف اصلا النهار غيدوز ما فيه ما يتشاف عرفت واحد النهار نسيت ليها لا ريفيرسير زاد حوايجها ما جات حتى لا ريفيرسير ديال العام الجاي حقا ما حقا نسيتي ليا اهم نهار في حياتي اهم نهار تاهلنا فيه المونديال سنعطي فيه القنبله الدريه شي بارك الله عندك يقول لك شي واحد دابا في رمضان وهذا وكيدير لك الاشاره ديال دوك الطيور داك الشيء السكر شوف الا كنتي غتزوج وغتسكن في شي دار فيها 40 متر بالنقص عندك تقول راه تيساع في الخضر اوه تيساع في بيت النعاس تيساع في الصالون تيساع في التواليت تيساع الخاطر غير خلي عندك بلا غنظم فيه اسميتو الاتفاقيه لا والله العلي انا كيتكرفسوا الناس دابا وتخيل معايا دابا ملي كتسكن في دوك الطيور ديال السكن الاقتصادي بيجي غير تلعب قشقش مع مراتك فين غتخبى لك فلاشاس هاد البلاكار ديال الكوزينه انا جا عندي الوالد للدار البيضاء قلت لي راني شريت واحد الدويره جيت تشوفو هذا وجا فرحان وداك الشيء وقف قدام الموبيل وداك الشيء عجبو الحال صحاب راه ديالو كامل فرح قال لي ولكن ما قويتيش الشراج بزاف البارابول شحال من واحد عندك او بزاف قلت التلفازه وحده انت وحده طلعنا في الدروج مع الدار في القطر يام وهذا وبانوا ليه اش هاد الفصال درتي بيت انا دخلنا للبريد ما غير عطى صلاح لينا عمران من الصرف حاجه فيه شويه البرد طلعت عندك البرد ديال ساتيا في الطريق والعصير الا كتعصرو جيران كيعرفوا هو الجاري ولا خاطر كيعرفوا واش كتعصر لا فوكا ولا مش ماش ولا راه غير داير الماء في مولينيك سوق الدورات باش تبان راه ما خاصك حتى حتى كيكتب عليك شي واحد مشكله الزواج زوين وملي كيتزادوا الوليدات كيتزاد عاوتاني الفراغ كيتزاد راه شتي حتى في الوليدات كاين الفرق كاين الفرق الناس اللي مزوجين راه كيعرفوها شتي ملي كتقرب تزاد عندك البنت ماشي بحال ملي كيقرب يتزاد عندك الدري البنت كيقولوا الرزق ديالها كيسبقها كتحس بالرزق ديالها سبقها هي باقي ما تزاد انا نهار تزدت مشى كلشي انا تزدت في واحد النهار يا ربي السلامه انا شحال هذيك كتقول لي الوالده ودي راه تزدتي في واحد النهار فيه الربيع والخضوريه والتمر والفلاحه كانت ولكن ملي كبرت عرفت غير الوالده مسكينه كتقول لي تخسر ليا الخاطر وداك الشيء
ما بغاش تعقدني الله يرحمك الوالد. اصلا شفت واحد النهار جا فيه الفيضان ضد الدوار كله، مشات الفلاحه انا دست برسطو مشى نسقع بهاد الله. وباقي دوك الشيبانيين ديال البلاد الى يومنا هذا كيتلاقاو معايا يقول الله مسكينه غيتها النافعه. استروا على ديك النافعه زعما راه ها جيتي انت راه مشرح. سمعت شي واحد هنا قال مسخوط ماشي فنان. يا مسخوط يا بلاتي دا مسخوط راه مزيان. لا ولكن شوف كدير واحد الحاجه اللي انت فرحان علاش؟ لان الله خلقك باش تضحك الناس ولا يضحكوا عليك ولا تشفوا فيك. المهم كلها الله شي حاجه نتوما خلقكم الله باش يجيو نخلصوا لكم الضوء وهذا والماء وهذا كلها. شوف كلها علاش خلقونا هذوك خلقهم الله ياكلوا الحوت. مازال معنا هاد الله الا بان فيك بالله والله الا توقفتي. شوف شتي من تسعود هنا والله الا بان شفتها هو بدلتي النظره فيه. مزال سبحان الله السبيطارات ديالنا كتمشي باش تجاوب كتلقى الطبيب مريض كتقول له ودي راه كيضربني هذا الجنب قلت له انت انا هذا الجنب البارح نعست عليه. مشكله السبيطارات ديالنا واحد الغادي في السبيطارات الا لاحظتوها كتدخل للسبيطار ديال السبيطار الوحيد في العالم اللي فيه المشاش. اش كيديروا تما؟ واش كيدفعوا لك الرؤوس؟ واش كيصاوبوا السيروم بالبول ديالهم؟ واش معاك المهم والمشاش في السبيطار ما كاين اللي يجمعهم وكتلقى غليظ وغليظ من الفرمليه. واش شي مش يقدر يهز معاك جدك ياك هو غادي يوصلهم معاك باغي يجمعوهم ولا فين؟ دابا علاش دوك المشاش ديال السبيطار غلاط؟ حيتاش اي حاجه كتشيط على المرضى كياكلوها هما. حيتاش حنا المريض حتى كيمرض عاد كنتفكرو. كاين اللي ماكله السويره تضرو لحلاقهم، كاين اللي ماكله البطيخ حنا حتى كيمرض بنادم عاد كنتفكرو. ها اللي جاب لي ماضلين، ها اللي جايب لي الحوت، ها اللي جايب كلها هو راه الطبيب منع عليه كلشي. قال لي بقى تاكل الصبه في الصباح وفي العشيه ما تاكل والو، وانت جايب ليه التيسير كيجي كياكلو غير هذوك اللي معاه والباقي كياكلو المشاش. كدوز كتلقى مش الضرايبي وماضلين. انا سفيان والله لا وكاين شتي المشاش ديال السبيطار والله الا كياكلوا كلشي. كياكل اعطيه بيتزا بيوم باشي كلاص بولو الحوت بلا ما شوف اعطيه كلشي ياكلو. اللي اعطيتها لي ياكلها المشاش ديال السبيطار. علاش؟ حيتاش داك الشيء اللي كيشد هو ديالهم ماشي مشكل. قلنا على بنتصور الخيبة تتصور تلقى كل شيء في اليوم. المهم هذه ديال الباترون تكون هي مول شي هو هذا. دابا القضية ديال مول شي خصك دابا بعض المرات كتمشي لشي وقت باش كضحك الناس اللي كيكون معاهم مول شي. كاين بعض المرات كتكون مثلا ديك البيروقراطية وعاد كتحس بالناس كاين اللي بغى يضحك ولكن حشمان يضحك حدا الباترون فهمتي اللي كيخبيها حتى الاخر والله الا مسقط ولا كيقدرش يضحك حداه. لكن هنا الاجواء الحمد لله باين جو عائلي بين الناس وهذا الله يخليكم خواتي ما برافو. على ما دوك سمعتي كتشري الرياح السبع هذا كنيس لا لا ضربتي ترقى ديالاش سيلفي مال سيلفي هذا السيلفي هاد لقيتيها هي مزيان. اتحاد زاكورا مالها اش درت بها؟ ديها في سوق راس عرفتي شحال واحد سولني على هذيك العشرة؟ دابا المشكل كل ما كيذكرهاش واحد كطير من نهار 4000 بقات نهار مشيت لقيت 16160 انا وهذا دابا جليجة. شوف
عاودتي دابا معانا ساكن في الدار بيدي لك قلت لك راه جاوي غتكرت لي الطوموبيل قلت لك ويت هادي غناكل العصا بوسبير القديم المهم داكشي علاش كنقول ها بصح لا لا هو بلاتي جو شكون هو مرضى جاوي الرجاء يلاه رجاء الوداد عرفتي النوضة اللي يغطي ديال ها ديال سعيد الناصري شي حاجة من العائلة أربعة مع الكوكب شكون اللي غلب الوداد غلبت الكوكب بأربعة الله يعلم هلا مزيان ها والله اللي باقي ما جا في امي بالله لا راكي شوف الله لا 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 شوف شوف باش نكونوا واضحين الناس قالوا لي واش غتعشى ولا تدير الباساج ديال ديال دي يسمى قبل ما كيطلع ما الشهيه كتكون مسدوده وهذا حتى ها البنات خايف سميتي زوكينا والله يا بنات صواب شوف والله العالي العظيم شوف والله ما سخيت ننزل من هنا ما عرفش علاش وحق لا ولا علاش لانه واحد الجو عائلي واحد الجو اللي فيه يعني كتحس براسك بحال الا بحال الا خدام في دارك ماشي جاي زعما التلفازة ولا جاي لهذا ولا يعني الحمد لله كل شيء ضحك كل شيء مبشور كل شيء لاح الهم الهيل ما كاينش اللي مسك كل شيء مقطع الوراق بهذا الكلمه مزيان وشوف حنا في مراكش وبلاد البهجه وبلاد الضحك الانسان يضحك ما يغوبش هاش كيقول لك الله يبيتا عند المغوبش خليها عجبات عنده الانسان يضحك في الجوج وهذا وتلقى فيك الله راه كل شيء شوف كل شيء فايت والله العلي العظيم الا كل شيء فايت راه المشاكل الا جيتي تتبعهم غتبقى حداهم ما عمرك سالي الانسان يضحك ويفجج مع راسو راه الحمد لله كل شيء مول ديسكي